خلينا نروح لموضوع آخر. يمكن كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة أيضا عن يوم المرأة العالمي، وكان في امبارح احتفالية يوم المرأة المصرية اللي كان عنوانها المرأة المصرية أيقونة النجاح. كان من ضمن المكرمين أو المكرمات في الحفل الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس ملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الاحتفالية وعن تكريم دكتورة سهير، منها هي شخصيا واللي بتنضم لينا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر، وألف مبروك. صباح النور يا جماينة، صباح الخير يا محمد. صباح النور يا فندم. مش عارفة أقول لكم أنا، يعني بصي بيقولوا طبعا أما بتتكرمي من كل حتة أهلا وسهلا، إنما ما بتتكرمي من بلدك ليها طعم تاني. صحيح. وبالذات أما بتبقى من الرياسة نفسها، يعني إحساس غير عادي، إحساس بتبقي طيبة أنت، بقولها لك بصراحة. وبعدين بتحسي إن دي طبطبة بتيجي من عند ربنا، ان لما بتشتغلي وتعملي حاجه كويسه بتوصل برضك بتوصل لبلدك. هو اهم حاجه انا على طول اقولها للناس اللي بيشتغل، لو سمحت اي حد بيشتغل لازم يكون بيحب، اذا ما حبش مش هتوصل من جوه. فانا حاسه ان انا ربنا اداني حاجه جميله في الاخر، ان انا بقيت دلوقتي مع ذوي القدرات الخاصه. وبعدين اما مش عارفه اتكلم، على فكره انا من امبارح سعيده لان الواحد اتكرم من دول كتير و و انما لما تبقي واقفه قدام سيده مصر الاولى وحاسه ان البلد حست بيكي، لا دي حاجه كبيره. انا حسيت النهارده ان انا يعني ممكن بقى، يعني حتى الحياه ممكن تخلص كمان، تصوري بقى. يعني والله الحقيقه يا دكتور، يعني هذا التكريم هو خلينا نقول ان هو كان نتاج لجهود كبيره من حضرتك، وزي ما حضرتك اتكلمتي انه فكره الحب، ويمكن ده اللي بيميز المرأة. ما يعني مع احترامي ليك طبعا يا شازي، مع احترامي لكل الرجال، دايما المرأة ربنا خصها يعني فعلا. بس دي حقيقة اللي بتقوليها يعني. طبعا يا فندم طبعا، يعني يوم المرأة يوم المرأة العالمية ويوم المرأة المصرية وعيد الأم شهر مارس، فطبعا لا كل التحية طبعا. ربنا يخليكوا. بصي يعني جهد سنين كتير، انت عارفة ان انا عملت اكتر من 70 مهرجان على فكرة. صحيح. لا 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 هي حاجه تانية. وكنت كمان يعني مهتمه تحديدا بذوي القدرات. ودلوقتي على فكره انا طول عمري وانا بعمل مهرجان سينما الاطفال بالظبط، بس طول عمري وانا بعمل مهرجان سينما الاطفال انا كنت بهتم باولادنا ذوي القدرات. صحيح. لان دولت ما اعرفش، انا شايفه ان قدراتهم اكتر مننا، ولما دخلت فيهم اكتر مش قادره اقول لك ازاي النتيجه وازاي الحب اللي بيديهولك انت، الحضن بتاعهم بيخليك بتطير. مش عايزه اقول لا واس ملايكه واس، لا لا هو حبهم خالص حب. بعيد عن الرياء وبعيد عن النفاق طالب. وبعيد عن المصلحه، حب خالص 100%. طيب دكتوره سوري، عايزين نتكلم مع حضرتك عن احتفاليه الامس، حضرتك تم تكريمك الامس في هذه الاحتفاليه. بقول لحضرتك انت يعني انت حاسس ان انت في دنيا ثانيه. اولا يعني احنا من الساعه طبعا من الساعه 10 هناك وكله قاعد مستني وبروفات، يعني عمليه تنظيميه محترمه جدا، كل واحد واقف عشان يطلع حاجه حلوه للبلد. وانت بتهيألي شفتوا الحفله كانت رائعه طبعاً رائعه طبعاً. والابتسامه بتاعت سيده مصر الاولى، يعني بص كانت ابتسامه دائمه، فده بيديك صحيح. ايه بيديك احساس ان ايه انها شايفه حاجه حلوه واحنا شايفين معاها الحاجات الحلوه دي. وبشكر طبعا دكتوره مايا مورسي وكل الوزراء اللي كانوا قاعدين. بص هو كان يوم مشرف، فبقول لك فعلا زي ما قلت لك كده جمانة، لا احنا ابتسامتنا حاجه ثانيه طبعا. اكيد طبعا يا فندم. طب احنا لينا لمسه خاصه يا فندم، يعني روحنا بتضيف لاي مكان، هي زي كمان ما كلمت السيده انتصار السيسي، فعلا المراه المصريه هي اللي بتضيف لاي مكان بتروحه، مش المكان او المجال هو اللي بيضيف ليها. بالظبط بالظبط. وبعدين كلمتها كلها طالعه من القلب، انت بتبقي قاعده حاسه ان انت قاعده مع عيلتك. صحيح. يعني حد من عيلتك، انت مش يعني مش انت قاعده الرئاسه ايوه موجوده وكله، انما هي بتديكي احساس في الفه انها تعرفيها عيلتك. يعني وانا بكلمها كنت حاسه ان انا لا عارفاها وعايزه اقوم احضنها لولا كورونا، وبلاقي نفسي بسلم على الرئيس، يعني ما انتش حاسه برهبه
ان لا ده في حاجه، لا هي حته منك. طيب دكتور سهير، حضرتك ويعني وانت على المسرح كنت بتقولي حاجه للسيده انتصار السيسي، قلت لها ايه؟ طب اقول لك السر بقى؟ بس احنا بصي هقول لك حاجه، اولادنا هيتجننوا هيتجننوا ان الهانم تحضر لهم، الريس يحضر لهم، يعني حد من الرئاسه المهمين اللي هم شايليننا اللي هم بيحبوا اولادنا هيتجننوا، عايزين حد يحضر الملتقى. صحيح. يعني مش حد ده يعني عارفه الاحساس، يعني انا زي ما حسيت دلوقتي ان انا الله ده انا الناس حاسين ان في حاجه بتتعمل حلوه، طب خلاص بقى فهم هيبعدونا وهي وعدتني على فكره. صحيح، كانت لحظه عظيمه ومجهود كبير حضرتك بذلتيه يستحق التكريم، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره سهير عبد القادر، الف شكر ليك يا فندم.